على الرواق بديل يفول يدخل رقم 11 في الترجي الرياضي. يدخل رقم 11 شكله البلايلي، شكله يوسف البلايلي. إذن يخرج الدربالي، يرجع أفول باك رايت، ويقدم الترجي اللاعب الجزائري لاعب وهران المنتدب الجديد يوسف البلايلي. كرة تتهيأ مرة أخرى للترجي عن طريق المساكني. المساكني حط كرة وصل له كرة، ما حبتش الكرة. في بعض أوقات الكرة تعاند أيضا، وفي خطأ للترجي الرياضي. فاول يحصله الجديد البلايلي. كرة للترجي الرياضي، يوسف البلايلي. شاهدوا يوسف البلايلي خطأ واضح خارج منطقة الجزاء في مكان مناسب. ترجي ما يسلكها اليوم كان بأحد الكرات الثابتة. يلزم استثمار هذه المحاولات الأخيرة والقليلة في زمن وعمر المباراة. يوسف البلايلي مع المساكني. يوسف ويوسف من أجل هدف ثاني ينصف الترجي في صدارة الجروب. ورم البلايلي، الحارس محمد غالب طبعا يعرف اللاعب الوهراني لكن ممكن ما يعرفش مخالفات المساكني. البلايلي عنده شخصية، يدخل في 5 دقائق يحب يسدد، هو يقول له يا مساكني انا نشوت. 20 سنة عنده شخصية، انا يعجبوني اللاعبية اللي عندهم هالجرأة ويقول لك انا موجود. هل يسدد يوسف للمباغتة من هذا المكان؟ سجل هدف في الديربي. لا البلايلي، البلايلي حطاله، لا ركنية. برافو يوسف، برافو البلايلي، وممتازة من محمد غالب. 81 دقيقة، كرة من البلايلي وكاد يكون الهدف الثاني في أول لمسة للمنتدب الجديد. تمشي كرة من ركنية البوغانمي، كرة ترجع بالراس، ما خداش الكرة العالية الترجي. ترجع كرة مرة أخرى البلايلي، البلايلي يسدد الحارس، وكرة كبيرة تضيع على الترجي الرياضي. فرصة كبيرة، الترجي يضغط، الترجي يتقدم، الترجي يسيطر الآن. كرة ترجع للترجي الرياضي، محاولة للتسديد، كرة من يانيك والهدف يضيع بطريقة غريبة. طريقة غريبة الهدف الثاني يضيع من يانيك جوزيف نيانك. الترجي يضغط الآن وسط زحف الجماهير التي تساند، والبلايلي يدخل يعطي حيوية للهجوم الترجي. وسط الريبلاي، وسط إعادة الفرحة للشلف، هنا الكرة البلايلي ما فيش كلام، ضربة جزاء أخرى موجودة. ضربة جزاء ثانية للترجي الرياضي. تكون صالح الدعوات والكرة للترجي. يانيك نيانج، يانيك، يانيك نيانج، يانيك يعطي باس يخرج كرة العواضي، جري الكرة، جري له البلايلي باش يهرب. البلايلي الفلاش، الفلاش يتعدى، الفلاش يعاود، الفلاش يوزع عليه. مش ممكن يانيانج، مش ممكن، مش ممكن يانيك نيانج. مش في يومه الكاميروني، مش في يومه الكاميروني. وهذا بلايلي الشيء عجيب، البلايلي المثير يدخل ويغير ورقة اللقاء وصورة المباراة. وغانمي للترجي الرياضي. كوليبالي يا ودي بدل الكرة، ترجع مرة أخرى حطها له على اليسار. لا يدخل من العمق، يلعب كرة ممتازة، يعرف فرصة، فرصة والهدف الثاني الديني. كبير يا ترجي العاصمة، كبير يا ترجي تونس. الله على الأسمراني في الجول، الجول، الجول. قوموا تسحروا، قوموا تسحروا. الترجي 3-2 يسحر الملايين في الوقت الثمين، في الوقت القاتل. يانيك نيانج 3-2، البومبا في الجول. هدف مهم جدا، هدف الصدارة، هدف النقاط الستة، هدف ديربي العجيب، هدف ديربي الإثارة، هدف ديربي العودة من بعيد. أشلف يحتج على أوفسايد، ضربتي الجزاء 100%. نشوف الكرة أعطاه، ما فماش، أظنه ما فماش. الباس خرج على الليميت، على الليميت صراحة. يوسف، يوسف المساكني، ياني كنيانج ونيانج في الجول، والكرة في الشبكة تزغرت، والترجي انصاره يزغرت على انتصار النقاط الثلاث وعلى انتصار الصدارة في المباراة الصعبة أمام جوارح الشلف اللي عملوا مباراة القمة. ولكن
خانهم الحظ والتركيز بآخر دقائق، وللأمانة أيضا رجع الترجي بالجرينتا، خرج كل ما في جرابه، خرج كل ما في قلبه، القلوب متاع الرجال، قلبة المباراة. هنا الكرة والصايد، لا كلمهم يا بن شيخة بالحق، احكي لهم يا اليعقوبي بالواقع، إذا تسلم نعترفوا به، إذا السليم جول شرعي والسليم، والترجي بجمهوره يقول فراش حي، ترجي ديما لاباس.